بيمشي عند الله سبحانه عز وجل. اللات الأدب كثيرة، 16 أدب بسرعة. الإمام النووي في الأذكار والأئمة العلماء ذكروه كيف دوغة ريجيمي كونسونتري، يعني اون سينتيز خلاصة 16 أسن تنشفو باش ربي غادي يقبل الدعاء. الأدب مزوارو تجنب الحرام، يقول قال بعض الحرام مأكلا وملبسا في كل شيء. والسين الإخلاص، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين معنى العبادة يدعو ربي سبحانه بالإخلاص. قولي الصفان النية في ثلاثة. الوضوء ما يفهم من المدينة، الوضوء يكون أحسن ودي من الأدب، ما تجي أوبليجي خاطئ يدعو ربك أنت اللي في أي حالة، ولكن ميلس الوضوء يكون أحسن. تأخذ الوضوء بروفيتي كذلك في الأدعية في صلاة استقبال القبلة، سؤال ربي لأي جهة، ولكن الأفضل استقبال القبلة، هذا من الأدب. في خمسة الثناء على الله، أن نحمد ربي سبحانه يثني على الله قبل أن نطلب. يقول ما ليس يضرب الخزمة يديرك ولسي يخدم المقدمة جيرون ربما لغاكات ورب سبحانه يثني على الله عز وجل. تقول مثلا على قد تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، من بعد ستر شوف غدا ربي سبحانه. في ستة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في السبعة بسط اليدين، رفع اليدين، صافي من الأدب رفع اليدين. فضعيض ربي هكذا يجوز، فضعيض ربي هكذا يجوز. تفضل الفول وغط النهار كسر المسيح بل كيف فعل الفول قال النهار الفول هاي بك دعو فغادي نتاقي جوز تاقي جوز باش لا يكون الإنكار فيما بيننا باش نحضر تجمة سنة والحرز أين للشرك البطاس. الأدب ويس ثمانية الخشوع والخضوع لله، رك أمام الله عز وجل كن خاشعا ما نخدم الدعاء. في تسعة أن يسأل سؤال الله عز وجل بأسمائه الحسنى، خطر ربينا في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أدنفذر اسم الأسماء الله عز وجل وندعوه بها كما قال القرآن. في 19 الاعتراف بالذنوب، الإنسان إذا اعترف بالذنوب يكون مليح، يكون يروح ليه غلظة كينا بابا سمحي غلظة استغفر الله بابا سمحي في كيد فليكسيد خلاص يزود قبل يضل السماحة فرأي ناك شو يضل ثاني يالا نغفل هالأدبك ورب سبحانه والله مثل أعلى إلى هذه الزبر ما تمسي أكثر في ذلك لو كان يوم السيد الاستغفار أبشي بيوسع إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم اسم السيد الاستغفار ما نستغفر ربي سبحانه أتصل أدعية بيوك اسم السيد الاستغفار أمشي دينا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أبوء معنى أعترف وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقل أدب ويس عشرة ويس 11 أن نسأل الله عز وجل بعزم وجد واجتهاد، يعني أن ندعو ربي سبحانه ونحن موقنون بالإجابة ماشي أبيبري أتدعو ربي أبيبري ما يقدر يقومش بالقدرة إلا قندعو باللي في يقين ربي وعده غادي ليش أكون قبله من مين شغليس ماشي شغل النار. لذلك ادعوا الله بيقين، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. من بعد وصناش حضور القلب ولا قرأ الذي يريد الغافل اي ادعو يقول سيب سيس ماشي سوليس الى قادر نسين ديفرس كولي. من بعد يلسيك الترجمة دعاء ديفرس كول. ويس 14 الإلحاح في الدعاء، سي طلع قبل بيو الدعاء وخلاص وكل شهرين نفكيو الدعاء. ناخذ الجنازة من ميك حضر الجنازة هذه ناوي سي خشع لي يدعو الحاصل إي ولا أكلة دي فاصيل في بوسة المقبر بقى على خير سي الجبال السلام عليكم لا يلح في الدعاء واش يقرر شحال يدعو ودي قبيلة على خاطر لازم يلح في الدعاء وربي سبحانه يحمل
الذي يلح في الدعاء، يكثر من الدعاء. ويسر 14 ألا يستعجل، ولقد في حال تتغاوى سيني دعي غصة ماكسيموم 24 ولا قادر يكون هنا خدمة ديال لي ربي سبحانه وتعالى. ادعو تجد الشغل كشي اللي يخدم الشغل، انت اللي يخدم الشغل من اللي كيبغى، يا اما غادي يجاوب فورا يا اما غاتوجد يا اما كتجي غدا اخر. في كل الاحوال انت رابح. اذا كمثال حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يقول دعوك فلم يستجب لي. سقر استجب، ادعو جيت يا رب سبحانه. في 15 ان يترصد الاوقات الشريفه والاوقات الشريفه، يعني الذي اختير مكان الاوقات الشريفه يوم عرفه مثلا ليله القدر شهر رمضان الى اخره. ان كان 15 ان يقتني الاحوال الشريفه مثل حاله السجود. اذ مثلا كما غير الدرس ان شاء الله ان كانوا يرضى ربي بعد 15 يوم نختموا بلوغ المرام اكل في حضرمطس اقلها راس حضرمطس. الله يبارك يا ربي يبارك فيكم ان شاء الله جميعا. ولكن ما نختم الكتاب مبارك، يعني كتاب عظيم جدا، كتاب اسمه بلوغ المرام من ادله الاحكام لابن حجر العسقلاني. انا حضرك الختم ان شاء الله الدرس وايض بعد 15 يوم. وبارك الله فيكم.